تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي الداخلية، تعلن مدى فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لنهاية أكتوبر. خلال اجتماع عربي أمريكي شكري يستعرض الموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية. رغم المعارضة الدولية الواسعة، بدء التصويت في 4 أقاليم أوكرانية على الانضمام لروسيا. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 عصرا بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، إضافة إلى توفير كافة أنواع السلع في إطار المبادرة بنسب تخفيض كبيرة. كما قامت وزارة الداخلية بتوزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب بالمناطق الأشد احتياجا في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية. استمرارا لدور مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من المبادرة حتى نهاية شهر أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 30% بمناسبة العام الدراسي الجديد. بصراحة المبادرة جميلة جدا، ولقينا أسعار رخيصة جدا وخامات وجودة عالية قوي قوي قوي. النهاردة كنت جاية مع مامتي وكنت جاية أشتري حاجات بتاعت المدرسة، وبصراحة يعني أنا لميت كل الحاجات. نشكر السيد الرئيس على مبادرة كلنا واحد، لأن دي موجودة معانا في كل المناسبات، في الأعياد، في حلول المدارس. 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا و814 منفذا تتوفر فيها كافة أنواع المستلزمات المدرسية في إطار المبادرة، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بالأسماء والعناوين. لقينا هنا حاجات حلوة قوي، من الكشاكيل لشنط لمقالم وحتى الزمزميات واللانش بوكس موجودة. بنشكر السيد الرئيس على المبادرة ديت وبنقول تحيا مصر. كما تستمر المبادرة في توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% حتى نهاية شهر أكتوبر. وتواصل منظومة أمان طرح السلع بكافة أنواعها من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. واستكمالا للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد، فقد قامت الوزارة ومن خلال منظومة أمان بتجهيز وإهداء حقائب ومستلزمات مدرسية للأطفال بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن، وهو ما قابله قاتلو تلك المناطق بترحاب كبير وتقديرا لدور وزارة الداخلية الإنساني والمجتمعي. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. مبسوطة بالشنطة المدرسية عشان فيها كل الحاجات اللي أنا محتاجاها للمدرسة. شنطة المدرسة كلها فيها حاجات حلوة وكل الحاجات اللي احنا عايزينها. بشكر الرئيس ان هو بيجيب لنا اللي احنا عايزينه، واحنا النهارده مبسوط قوي ان هم جابوا لنا شنطه المدرسه والظباط جولنا. مبادره كلنا واحد مبادره جميله جدا، شكرا للرئيس. شكرا ليك ودايما فاكرنا، وتحيا مصر. ولكي تصل تلك المستلزمات المدرسيه الى مستحقيها، تم ايفاد ماموريات الى اماكن اقامه الاهالي في المناطق الاشد احتياجا وتسليمها لهم.
أنا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. وشمل إهداء الحقائب المدرسية دور رعاية الأيتام وقاطنيها في تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة في إطار الرعاية التي تقدمها الوزارة لهم. فتحت الشنطة ولقيت كراكيس كتير وأدوات كتير، كل حاجة بنحتاجها في المدرسة. النهاردة المباراة كلنا واحد جت وجابت لنا شنط ولعب، وفتحتها لقيت فيها أدوات وزمزمية، وبشكرهم وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتظل مبادرة كلنا واحد تقدم الدعم لكافة فئات المجتمع لتخفيف الأعباء عنهم في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية وتوفير حياة كريمة لهم. كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في كل مكان على أرض الوطن، سواء بتوفير السلع بكافة أنواعها بتخفيضات أو من خلال توزيع المساعدات العينية والإنسانية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 158 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 57 طن، كما تم ضبط أكثر من 100 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 729 قضية، من بينها 66 قضية خبز ناقص الوزن و69 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الذي عقده وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخارجي ومصر والعراق والأردن واليمن على هامش عمل الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واستعرض شكري خلال الاجتماع الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة في سوريا، فضلا عن الملف اليمني وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي. وصدر عن الاجتماع بيان مشترك تناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية والشراكة المتنامية بين الدول المشاركة في الاجتماع، والبناء على نتائج قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة في يوليو الماضي. التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك استمرارا للقاءاته على هامش عمل الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما استمع شكري من نظيره الأرميني إلى التطورات الأخيرة على ضوء التوتر الجاري بين أرمينيا وأذربيجان، حيث أكد موقف مصر الثابت بشأن حل النزاعات بالطرق السلمية وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة من خلال الوسائل الدبلوماسية بعيدا عن استخدام القوة. تتواصل في مدينة نيويورك الأمريكية أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وتتركز الاجتماعات على العديد من الأزمات التي يشهدها العالم، بدءا من العملية العسكرية في أوكرانيا، مرورا بالكوارث المناخية، وصولا إلى انعدام الأمن الغذائي. يغادرون بلدهم، ولا يمكن للرد أن يكون علينا أن نسكت. أن نتفوه بكلمة الحرب يجعلنا عرضة للتنديد. لا أعتقد، نعم لقد فات الأوان، لأن ما حصل لا يغتفر، لكن أوقفوا إطلاق النار، كفوا. Les différences acceptons la richesse de la diversité
Essayons de vivre en paix, ne recommettons pas les mêmes erreurs. Et ici, je lance un appel au président Poutine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, commencer une guerre n'est pas le plus difficile. Mais savoir en sortir. Mais c'est là qu'on reconnaît la grande. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرغبة في العيش بسلام مع إسرائيل واتهمها بتعطيل تنظيم الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أشار الرئيس الفلسطيني إلى استمرار إسرائيل في الاعتداء على المناطق المقدسة في مدينة القدس، لافتا إلى اعتزام فلسطين الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لمطالبة إسرائيل بتحمل مسؤوليتها. سيدات والسادة، إننا لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 93. اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع بسبب خرق إسرائيل المستمر لها، ورغم مطالبتنا لها بإنهاء احتلالها ووقف إجراءاتها وسياساتها العدوانية وكذلك وقف كل أعمال الأحادية التي وردت نصاً في أوسلو وقالها الرئيس لي شخصياً رئيس بايدن، الأعمال الأحادية يجب أن تتوقف، واتفاق أوسلو يقول يجب أن تتوقف، وإسرائيل أول من نقض هذا وتقوم بكل الأعمال الأحادية، ونحن لا نقوم بأي عمل واحد ولا نريد أن نقوم ولا نريد أن نخترق القوانين، لكن إلى متى سنبقى نحن الملتزمين وحدنا بهذه الاتفاقات؟ أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من نيويورك عزمه الدعوة إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني لحل مشكلات البلاد. وقال الكاظمي في حوار مع شبكة الإعلام العراقي إنه سيشرح في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والمناخي والتحديات الكثيرة التي تواجه بلاده. وأضاف أن جميع قادة دول العالم مجتمعة على أهمية دور العراق لترسيخ الاستقرار في المنطقة. وفي اللقاء ذاته كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن اعتقال شخص اعترف بقتل المتظاهرين، مضيفا أنه سيلجأ لمعالجة مشكلة السلاح المنفلت بكل هدوء. ميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل إرهابي حاول التسلل بالوديان شمال غربي راوة محافظة الأنبار. وذكر بيان للإعلام الأمني أنه من خلال المتابعة الميدانية والرصد المستمر تمكنت القوات الأمنية في قيادة القوات البرية من قتل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد أن حاول التسلل بالوديان قادما من أحد الأوكار شمال غربي راوة. وأضاف أن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بعمليات تفتيش واسعة ضمن قطاع المسؤولية. بدأت روسيا تنظيم استفتاء في 4 مناطق من أوكرانيا في تصويت من المتوقع أن تستخدمه لتبرير ضم تلك المناطق، لكن كييف قالت إن التصويت إلزامي إذ يتعرض السكان لتهديدات بالعقاب في حالة عدم المشاركة. يأتي التصويت على ما إذا كانت تلك المناطق ستصبح جزءا من روسيا بعد أن استعادت أوكرانيا هذا الشهر السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في هجوم مضاد. إلى منطقة لا عودة وصلت الأزمة الأوكرانية بعدما بدأت عملية التصويت على الاستفتاء على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا، هي لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، وتستمر حتى 27 من سبتمبر في خطوة اعتبرتها كييف ودول غربية عدة صورية. اعتراض غربي على التصويت،
فاعتبر حلف شمال الأطلسي أن الاستفتاءات الصورية في أوكرانيا غير شرعية. أما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فشددت على أنه لا قوة قانونية لنتائج الاستفتاءات، إذ لا تتوافق مع القانون الأوكراني أو المعايير الدولية. ففي الاستفتاء على انضمام دونيتسك تم وضع 450 مركز اقتراع على أراضي المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا، كما فتح أكثر من 200 مركز اقتراع آخر في الداخل الروسي حتى يتمكن سكان المنطقة الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا من التصويت. كما تم طباعة أكثر من 1.5 مليون بطاقة اقتراع للتصويت على الاستفتاء في هذه المنطقة. وبالنسبة لمنطقة لوهانسك تقرر فتح 461 مركز اقتراع في المنطقة، بالإضافة إلى 201 مركز اقتراع آخر في الداخل الروسي. أما في منطقة زابوريجيا التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الفترة الماضية، فقد وضعت السلطات المحلية الموالية لموسكو 394 مركز اقتراع. أما السلطات المحلية في منطقة خيرسون فقد وضعت 8 لجان إقليمية للتصويت و198 لجنة فرعية، فيما يتم فتح مراكز اقتراع للتصويت في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، بالإضافة إلى عدد من مدن الداخل في روسيا. وتتوقع لجنة الانتخابات المركزية مشاركة ما يقرب من 750 ألف ناخب في التصويت. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة ظلت على مدار عدة أشهر ترسل رسائل خاصة إلى موسكو تحذر فيها قيادة روسيا من التداعيات الوخيمة التي ستترتب على استخدام الأسلحة النووية. وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها إن الولايات المتحدة أبقت التحذيرات بشأن عواقب الضربة النووية الروسية في أوكرانيا غامضة بشكل متعمد، وهو الأمر الذين ارتأوا أنه سيثير قلق الكريملين بشأن الرد. وأوضحت واشنطن بوست أن محاولة البيت الأبيض زرع ما يعرف في عالم الردع النووي باسم الغموض الاستراتيجي جاءت في الوقت الذي ما تزال فيه روسيا تصاعد من خطابها بشأن الاستخدام المحتمل للحرب النووية، في ظل تعبئة تهدف إلى تعويض الخسائر العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه تصدي قوات الإنزال الجوي الروسية المظليين لهجوم شنته مجموعة من المدرعات الأوكرانية. وقالت الدفاع الروسية إن قوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة هجوم فاشلة على مواقع للجيش. وذكرت الوزارة أنه تم كشف خطة الجيش الأوكراني في الوقت المناسب بواسطة الاستطلاع الجوي بطائرات بدون طيار. وخلال القتال تمكن المظليون الروس من القضاء على أكثر من 120 عسكري من القوات الأوكرانية، وكذلك تدمير العديد من العربات المدرعة والسيارات المصفحة. أكد المتحدث الصحفي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن بلاده ستعتبر محاولات أوكرانيا لإعادة دونباس والأراضي المحررة الأخرى بمثابة هجوم على أراضيها. واشترطت روسيا أن يكون ذلك في حال كان القرار إيجابيا في الاستفتاءات التي بدأت اليوم بشأن ضم الإقليم لروسيا. أعلن رئيس لجنة التحقيق المستقلة إيريك مويس أن اللجنة خلصت إلى ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وقال إيريك مويس إنه بناء على الأدلة التي جمعتها اللجنة خلصت إلى أن جرائم حرب قد ارتكبت في أوكرانيا بناء على أدلة جمعت من 4 مناطق في البلاد. وزارت اللجنة 27 مكانا وأجرت مقابلات مع أكثر من 150 ضحية وشاهد. Places of detention and torture, as well as weapon remnants, and consulted a large number of documents and reports. The Commission met with government authorities, international organizations, civil society. التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. كذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش لافروف وغوتيريش التطورات الأخيرة المتعلقة بالصراع في أوكرانيا، وكذلك تصدير الأسمدة الروسية ومبادرة حبوب البحر الأسود. Okay.
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده لن تخوض الحرب إلا عندما يتعين عليها الدفاع عن نفسها. وأكد لوكاشينكو أنه لا توجد خطط لإعلان التعبئة في بيلاروسيا أو الانضمام إلى الصراع، وأكد أن بلاده لن تقاتل إلا عندما يتعين عليها الدفاع عن أراضيها، لافتا إلى أن المعارضين يلعبون دورهم، وبالترويج لأن بيلاروسيا قد تعلن التعبئة على غرار روسيا. قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إنه التقى بنظيره الروسي سيرجي لافروف بنيويورك، حيث بحث إمدادات الغاز وبناء مفاعل باكس النووي الذي تقوم روس أتوم الروسية بإنشائه. وأوضح سيارتو أنه سيلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة روس أتوم لبحث التطورات الرئيسية في مشروع المحطة النووية. كانت غاز بروم الروسية قد بدأت الشهر الماضي زيادة إمدادات الغاز إلى المجر، إضافة إلى كميات المتفق عليها سابقا بموجب اتفاق توريد طويل الأجل. قررت الحكومة البريطانية مراجعة نظامها الضريبي لتسهيل إجراءاته. وقامت الحكومة بتخفيض الضريبة على الصفقات العقارية في بريطانيا ابتداء من اليوم. وقال وزير الخزانة كواسي كوارتينغ في مجلس العموم إنه تقرر توسيع قاعدة الدعم للعاطلين عن العمل فوق 50 عاما، إلى جانب تقديم خدمة التسوق المباشر دون ضريبة للزوار من الخارج. than the headline top rate in G7 countries like the US and Italy. رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بجهود صربيا لتنويع مسار الطاقة وتعزيز أمن الطاقة. جاء ذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ورئيس صربيا ألكسندر فوستيش في مدينة نيويورك على هامش جمعية العمل للأمم المتحدة. كما ناقش الجانبان التقدم الذي أحرزته صربيا في جذب الاستثمار الأجنبي وضمان مرونة سلاسل التوريد وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي. وتطرق النقاش إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي في غرب البلقان. حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي من أن العالم يواجه أزمة عاصفة، داعيا المانحين إلى منح بعض أرباحهم لمعالجة أزمة توريد الأسمدة ومنع نقص الغذاء. وأوضح بيزلي أنه يوجد 50 مليون شخص في 45 دولة يطرقون باب المجاعة، مشيرا إلى أنه إذا لم تستطع الدول الوصول إلى هؤلاء الأشخاص فسيكون لدينا مجاعة وجوع وزعزعة استقرار في دول العالم، كما أنه ستكون هناك هجرة جماعية. أعلنت تايوان عزمها إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيقها بشكل دوري. وقالت وزارة الدفاع إن المناورات ستجرى بالذخيرة الحية في جزر قرب الصين كل شهرين. وأضافت الوزارة أنها رصدت 452 طائرة و112 سفينة حربية صينية خلال شهر سبتمبر. Thank you.
صرح مسؤول أمني تايواني أن فرض حصار صيني على تايوان أو الاستيلاء على أي جزيرة بحرية سيعتبر عملا حربيا وأن تايوان لن تستسلم. كان المكتب الرئاسي بتايوان قد أعلن أن بلاده تريد السلام ولكن ستدافع عن نفسها حال تعرضها للهجوم. هذا ولم تذكر تايوان تفاصيل ما قد تعتبره هجوما يستدعي الرد. جدد وزراء خارجية اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية معارضتهم لأي محاولات لتغيير الوضع الراهن للأراضي بالقوة وسط تزايد نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. جاء ذلك خلال اجتماع كبار الدبلوماسيين في نيويورك على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد الثلاثة التزامهم المشترك بدعم احتياجات دول جزر المحيط الهادئ وهي منطقة تعمل فيها الصين على توسيع نطاق نفوذها. Korea, we have the most vital bilateral relationships. نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. أرمينيا تتهم أذربيجان بخرق هدنة وقف إطلاق النار. ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات المسلحة الأذرية انتهكت وقف إطلاق النار مجددا وفتحت قوات النيران من أسلحة مختلفة الأعيرة على مواقع قتال أرمينية الواقعة في الاتجاه الشرقي للحدود بين البلدين. وأشارت وكالة الأنباء الأرمينية إلى أن القوات الأرمينية قامت بالرد على إطلاق النار من الجانب الأذري لكنه لم يسفر عن خسائر. اتهامات متبادلة تضاف لتبادل إطلاق النيران بين الدولتين الأوراسيتين أرمينيا وأذربيجان. فقد اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية القوات المسلحة الأذربيجانية بفتح النار على مواقع أرمينية في انتهاك لاتفاق لوقف إطلاق النار. وبرغم أن أذربيجان لم ترد بعد على هذه الاتهامات إلا أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع اتهمت باكو أرمينيا بالقيام باستفزازات على الحدود المشتركة بإطلاق قذائف مورتر وعبوات ناسفة على قوتها. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الجانبين هذا الشهر مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 جندي في أكثر المواجهات دموية منذ الحرب التي استمرت 6 أسابيع بين البلدين السوفيتين السابقتين في عام 2020. وجاء الاتهام صباح اتهام رئيس الوزراء الأرميني باشنيان للقوات الأذربيجانية بارتكاب ما أسماه بالفظائع التي لا توصف، من بين خصوصا التمثيل بجثث عسكريين وعسكريات أرمن خلال المعارك التي دارت بين البلدين الأسبوع الماضي. وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهم باشنيان الجيش الأذربيجاني بقصف البنى التحتية المدنية مما أدى إلى تهجير أكثر من 7600 شخص من ديارهم. ويبدو أن الماضي لا يفتأ يلقي بظلاله، حيث خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين في تسعينيات القرن الماضي وفي عام 2020 من أجل السيطرة على ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه. وبموجب اتفاق تنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت عليها لعقود، ونشرت موسكو حوالي 2000 عسكري للإشراف على الهدنة الهشة التي تنتهك من حين لآخر. لأول مرة منذ 4 سنوات وفي تصعيد جديد موجه لبيونغ يونغ، وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية. حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان تنضم إلى سفن عسكرية أخرى في استعراض للقوى يهدف إلى إرسال رسالة إلى كوريا الشمالية. في خطوة قد تزيد من التوتر بين سول وبيونغ يانغ، وصلت رونالد ريغان حاملة الطائرات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 4 سنوات.
مسؤولون أمريكيون أكدوا أن وصول حاملة الطائرات هدفها الانضمام إلى سفن عسكرية أخرى، في حين تعتبره كوريا الشمالية استعراضاً للقوة. قائد المجموعة القتالية الأمريكية الأميرال مايكل دونلي أكد أن الزيارة كانت مخططة منذ فترة طويلة، وتهدف إلى بناء علاقات مع الحلفاء في كوريا الجنوبية وتعزيز العمل المشترك بين القوات البحرية. الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول كان قد دعا في وقت سابق إلى إجراء المزيد من التدريبات المشتركة وغيرها من العروض العسكرية كتحذير لكوريا الشمالية التي أجرت هذا العام عدداً قياسياً من التجارب الصاروخية، بعد أن فشلت المحادثات في إقناعها بإنهاء تطوير أسلحتها النووية وصواريخها. هذا وقد نددت كوريا الشمالية بالانتشار العسكري السابق والتدريبات المشتركة مع جارتها الجنوبية، ووصفتها بأنها تدريبات للحرب ودليل على السياسات العدائية لواشنطن وسول. قال مسؤول بأحد المستشفيات الإثيوبية إن قصفاً جوياً استهدف عاصمة منطقة تيجراي الشمالي إثيوبيا، وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن القصف أسفر عن مقتل شخص في أحدث سلسلة من الضربات التي تتعرض لها المنطقة منذ استئناف القتال نهاية الشهر الماضي. وتعرضت ميكلي لما يقل عن 5 ضربات جوية منذ استئناف القتال بين قوات تيجراي وإثيوبيا في 24 من أغسطس، في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي استمر لمدة 5 أشهر. قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 901 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال 24 ساعة، منها 175 حالة ظهرت عليها أعراض و726 بدون أعراض. وسجلت الصين في اليوم السابق 775 إصابة، منها 165 بأعراض و610 بدون أعراض. هذا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة، لتظل الحصيلة عند 5226 حالة وفاة. أعلن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي أن المدينة ستنهي الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق للوافدين الدوليين بدءا من الاثنين المقبل. كان الوافدون من الخارج إلى هونغ كونغ يخضعون لحجر صحي في الفنادق لمدة 3 أيام يعقبه 4 أيام من المراقبة الذاتية. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان سوف تلغي الحد الأقصى للعدل اليومي للوافدين من الخارج اعتبارا من 11 من أكتوبر المقبل. يأتي ذلك في إطار جهود طوكيو لتخفيف ضوابط مكافحة كورونا الحدودية، ومن خلال إلغاء سقف الدخول اليومي تهدف اليابان إلى انعاش اقتصادها الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي تضرر بشدة نتيجة غياب السياحة الخارجية بسبب فرضها ضوابط حدودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. أكدت الولايات المتحدة إصابة أكثر من 24 ألف حالة بجدر القردة وفقا لأحدث البيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وقد أبلغت كاليفورنيا عن أكبر عدد من حالات الإصابة بجدر القردة، حيث بلغ 4753 حالة، تليها نيويورك وفلوريدا وتكساس وفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض. وفي الهند، ومع الفيضانات الشديدة، أغلقت السلطات الهندية بالعاصمة نيودلهي عددا من مقار الشركات والمدارس، وحثت السكان على العمل من المنازل بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات واسعة النطاق. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن قنوات الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي بثت صورا لسيارات تغمرها المياه على طرق في جوروغرام، وهي مدينة تابعة لنيودلهي، شهدت هطول أمطار بمعدل كبير خلال 24 ساعة حتى وقت متأخر من مساء أمس.
أعلن إقليم جيانغتشي بوسط الصين حالة التأهب من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى لإمدادات المياه لأول مرة. جاء ذلك بعد انحصار مياه بحيرة بويانغ إلى مستوى قياسي منخفض حسبما ذكرت حكومة الإقليم. وقال مركز مراقبة المياه في جيانغتشي إن مستويات المياه في بيونغيانغ ستنخفض أكثر في الأيام المقبلة مع استمرار الحد الأدنى من هطول الأمطار. وقالت إن هطول الأمطار منذ يوليو أقل بنسبة 60% عن العام السابق. أطلقت وزارة الصحة 5 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتنطلق القوافل اليوم وغدا في عدة محافظات، وتشمل القوافل الكشف والعلاج المجاني في جميع التخصصات الطبية بالجيزة والدقهلية ودمياط والغربية والوادي الجديد. نظمت مديرية الصحة بمحافظة دمياط قافلة طبية في قرية الوسطاني بمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين. وأوضح مدير الصحة بدمياط السيد عبد العبد الجواد أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة تتضمن كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، مشيرا إلى صرف الأدوية للمواطنين بالمجان. قافلة علاجية وضمن مبادرة حياة كريمة موجودين النهاردة في قرية الوسطاني تابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف في المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية. القوافل العلاجية من الخدمات المميزة جدا لوزارة الصحة، خصوصا أنها بتتميز بمجانيتها تماما بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. الحاجة الثانية كمان هي بتوصل للمواطن اللي حد عنده تسهيلا على أهلنا من كبار السن واللي ما بيقدروش يوصلوا لأقرب مستشفى مركزي ممكن يتلقوا فيها الخدمة. القافلة فيها كل التخصصات الطبية. كمان النهاردة بالرغم أن النهاردة يوم جمعة، القافلة بتشهد إقبال كبير من المواطنين لأننا بنقوم بالإعلان عنها قبلها بوقت كافي. وزارة الصحة بتنزل إعلان على صفحتها على الفيسبوك بالقافلة، بخلاف إن إحنا كمان بنخلي فيه عربيات تمشي في القرية تذيع عن وجود القافلة. يكون في لجنة التقارير الطبية بتحويل المريض بعد أن يتم كشفه في العيادات المختلفة الموجودة بالقافلة العلاجية، بيتم تحويله إلى المستشفيات المركزية التابعة لمحافظة دمياط بحيث ان احنا نقدر نكمل معاه العلاج الى ما بعد القافلة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على مواقع التواصل من صور تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيدا لبيعها. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يجري هو تنفيذ لخطط شاملة بهدف تطوير الحديقة الدولية ورفع كفاءة جميع خدماتها مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة الموجودة بها من النباتات والأشجار النادرة، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة ورفع كفاءة الحديقة بما يليق بزوارها من المواطنين. تواصل الدولة جهودها في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالمتابعة المستمرة لملف منظومة المخلفات الصلبة الجديد، وذلك للانتقال إلى الطاقة النظيفة في إطار الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة. وفي هذا الإطار استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة جرين تك إيجيبت والوفد المرافق له. يأتي هذا اللقاء بهدف مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش محافظة الجيزة. تفقد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل استعدادات وجاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء للمشاركة بالتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي أنه سيتم الدفع بأكثر من 500 طبيب استشاري بمختلف التخصصات، علاوة على حزمة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة التي تمت إضافتها للمستشفى ليكون على أتم استعداد وجاهزية للتأمين الطبي لمؤتمر المناخ الحدث الأهم عالميا في 2022. ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يجري تحويله كأول نموذج للمستشفيات الخضراء صديقة للبيئة في مصر. انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار هنا نصلي معا. ملتقى الأديان يقيمه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15 ضمن فعاليات المهرجان برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي. هنا نصلي معا عنوان حفل جديد ضمن فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الأديان الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي ويقام بالمتحف القبطي داخل مجمع الأديان بمصر القديمة. الحقيقة مشاركات متميزة جدا هذه الدورة على مستوى ملتقى الأديان وعلى مستوى مهرجان سماع، نفس الفرق المشاركة بالفنان نصار عبد الفتاح بيجمعهم مع الفرق الأخرى في مجمع الأديان المتحف القبطي. الحقيقة الحدث ده اتعمل 3 سنين في سانت كاترين بالاشتراك مع المحافظ خالد فودة، وبعد كده بقينا نعمله في المتحف القبطي داخل مجمع الأديان. هذا المكان جمع، يكفي أنه قد جمع جميع الأطياف وجمع أناس من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، نلتقي دائما لندعو الناس إلى أن تعيش في سلام وحب ووئام. في هذا المشهد الروحي تتوحد المشاعر وتنصهر لتؤكد على التواصل الإنساني ومفهوم الأديان بمعناه الكوني، فمن هنا تجد الصلوات بكل اللغات ليرفع شعار هنا نصلي معا من أجل الإنسان ولتوصيل رسالة سلام للعالم ودعوة للتعايش بين الأديان السماوية. لقد رأينا تقارب الثقافات والحضارات وتنوعها واختلافها، وذلك من آيات الله سبحانه وتعالى، اختلاف ألسنتكم وألوانكم وكل ذلك لتعارفوا، نتعارف بالسلام بالأخلاق الطيبة الكريمة المباركة. ملتقى الأديان أسسه الفنان انتصار عبد الفتاح عام 2015، حيث قدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بمجمع الأديان. ويتميز هذا المشروع بالانسجام، حيث تلتقي الفنون جميعا في هذا الفضاء الروحي متطهرة بالأنغام الروحية والتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نتحول إلى الزميل مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا ياسر وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن الدولة تسعى لتطوير منصة أيادي مصر لتسويق المنتجات التراثية وتوسيع نطاقها لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب. وخلال اجتماع تنسيقي أول للجنة الوزارية الخاصة بتطوير ودعم المنصة، شدد هشام أمنة على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنصة وخلق فرص عمل للمرأة والشباب بالمحافظات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى المعيشة لهم، بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات والتي يتم تدشينها، ومنها منصة أيادي مصر الإلكترونية والتي ساهمت في خلق فرص عمل لا سيما خلال جائحة كورونا. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الشركة العامة للبترول
والمملوكة بالكامل للدولة تتبوأ حاليا مركزا متقدما في إنتاج الثروة البترولية والغازية على مستوى صناعة البترول المصرية، وذلك بعدما أصبحت ثالث أعلى شركة من حيث معدلات الإنتاج. جاء ذلك خلال رئاسة الملا لأعمال الجمعية العامة للشركة عبر الفيديو كونفرنس. وقد أوضح الوزير أن الدعم المستمر الذي أولته الوزارة للشركة منذ عام 2016 في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول قد انعكس إيجابا على تطور معدلات إنتاج الشركة كنتيجة لمضاعفة حجم الاستثمارات لعدة مرات وإسناد المناطق الخاصة بالامتياز الجديدة للشركة. تراجع الجنيه الاسترليني اليوم إلى أدنى مستوى في 37 عاما مقابل الدولار قبل إعلان وزير المالية البريطاني الجديد والمتوقع لتفاصيل تخفيضات ضريبية ودعم للطاقة بقيمة تقترب من 200 مليار جنيه استرليني. هذا ويتواصل هبوط الاسترليني والذي لامس نقطة 1.9 مقابل الدولار متخطيا حاجز 1.1170 للدولار. كان هذا الحاجز هو الأدنى مستوى منذ عام 1985. قارب ارتفاع مؤشر الدولار اليوم مستويات 112 مع انهيار اليورو دون 98% ليسجل 97% بعد بيانات سلبية من مؤشرات مدير المشتريات عصفت بالمنطقة. ويأتي هذا التراجع الحاد لليورو بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التعبئة الجزئية بما ينذر بطول أمد الحرب التي تضرب الاقتصاد الأوروبي بسبب رفعها لأسعار مواد الطاقة والمواد الغذائية. أعقب إعلان بوتين إعلان الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة لأعلى مستويات منذ عام 2008. إلى أسواق البترول العالمية حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 5% اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ 8 أشهر مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين ووسط مخاوف من ركود عالمي. هذا وقد انخفضت العقود الأجلة لخام برنت 4.8% لتصل إلى 86 دولار و11 سنتا للبرميل، بينما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.5% إلى 78.91 دولار للبرميل. هذا وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4.35% لتصل إلى 3.17 دولار للتر الواحد. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.6% لتسجل 6.83 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ أبريل عام 2020 وسط تقويض لجاذبية المعدن الأصفر كنتيجة لمخاوف رفع الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية ب 1.7% إلى 1642.79 دولار للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 977 جنيه للجرام الواحد، وسجل الذهب عيار 21.140 جنيه للجرام الواحد، في حين سجل عيار 24 ما قيمته 1303 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 9120 جنيه. سجل المؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي أدنى مستوى له في نحو عامين اليوم ليكسر بذلك الهبوط الأكبر الذي سجل في يونيو الماضي، وذلك بعد مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي جراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة. رفع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتعهد بالاستمرار في سياسته المتشددة حتى يتم وضع التضخم تحت السيطرة. تراجعت معظم مؤشرات البورصات الأوروبية في ختام تداولات اليوم، وخسر الألماني داكس مؤشر نحو 1.9%، وكذلك تراجع مؤشر الفرنسي CAC 2.3%، وأغلق فاتس مؤشر بريطاني على خسائر بنحو 1.9%.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ندعو لاستكمال ما تبقى فيها مع ياسر عبد الستار وصحر. شكرا جزيلا لك مصطفى مزار. أيقونة شعر العامية المصري الذي كتب التاريخ من خلال الأغاني والأشعار التي شكلت وجدان المصريين على مدار عقود. إنه شاعر الغلابة، الشاعر الراحل سيد حجاب الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده. وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة السادسة، وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، الداخلية تعلن مدى فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لنهاية أكتوبر. خلال اجتماع عربي أمريكي، شكري يستعرض الموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية. رغم المعارضة الدولية الواسعة، بدء التصويت في 4 أقاليم أوكرانية على الانضمام لروسيا. بهذه العناوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة. شكراً لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد.